مرحبا بقناة سينيا بينجا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سينيا بينجا. كما كتعرفوا ديما الجالين هاني البولدو معنا احسن الموالي في كازا. هاو الراقي سلطان راه مولوه تبارك الله بالكلاب طوب. اللهم بارك. تحية لخويا سلطان عزيز وغالي. هذا الا ما تنسيش ليه يا رب بلا ما تسري ياك ولا تسمع مولاه خاص يكون ياك. شوف 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 الى ما كملاش ودي ما كيوقفوش. اللهم بارك. تحيه مرحبا بخويا سلطان ديما الجديد وديما الضحك واللعب الحمد لله. ومرحبا بالجميع. اخ سلطان راه مولوه من الناس الكبار. واش تقول الجمهور ديالك اخويا سلطان؟ واحد ياك هذا راه مضروب على العوده هذا. اللهم بارك. وانا اخويا شنا دبيت. اللهم بارك. هذا خساري سيبتور يشد القائد. اللهم بارك. كنتواجهوا الاخوه في سوق العبد البيضاء يوم السبت. اخ سلطان راه غني على التعريف وديما الضحك تبارك الله. وكليب ديالو هذا تبارك الله. اللهم بارك. غادي نبيعوا ليه ان شاء الله الا كمل الله بالخير. هو نبلي شويه راه كتكيف. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. محبي قناة سينجا بينجا السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سينجا بينجا. كنتواجد في سوق قلعة الدار البيضاء كما كتهدم معنا يوم السبت الاخوان وديما الجديد مع ولاد سعيد. وتحياتي لولاد سعيد. شبابكم خويا وديما ولاد سعيد. خويا مراد تبارك الله عليك. هاني اخو شوف هاني البولدوكس تبارك الله. اللهم بارك حفظك الرحمن. هذه خويا مراد شحال عنده تكير انت هو؟ تكير خويا تكير تبارك الرحمن. شحال عنده خويا مراد؟ عنده دابا شي خمس شهور. خمسة شهور الاخوان واللي بغى الف مرحبا وراه شي حاجة تيتيز. اللهم بارك هاني الله يتلبيه تبارك الرحمن. الثمن ديالو خويا؟ 5000 درهم الاخوان وما كاينش على الخاص. هذا الاخر كل شيء عنده بالواضح. بياس اللهم بارك كليب. اللهم بارك هاني البولدوغ العمير ديالو خويا؟ خمسة شهور. واللي بغى الاخوان الف مرحبا. اخ مراد غني على التعريف من الممالي الكبار ودري معنا قديم في السوق والثيقة على حسابي. الرقم ديالك اخويا؟ 06 09 07 25 85. هاني كليب باقي صغير. اللهم بارك وجمالك جمال تبارك الرحمن. ديما الجديد ديما الجديد ديما الجديد واللي بغى الجديد وكاين الجديد مازال كاين الجديد. اللهم بارك دونا قلبوا علينا. الله يدير الخير. الف مرحبا الاخوان. عندكم الرقم تواصلوا مع الاخ وراه ديما الجديد ان شاء الله. حفظكم الرحمن الاخوان. والله يدير الخير. محبين قناه سينجا بينجا السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه سينجا بينجا. كنتواجد في سوق قلعه بالدار البيضاء يوم السبت ومعنا احد الباعه او احد الموالي اخ حماده. تحياتي خويا حماده كيداير الحبيب؟ هاني كلشي بخير؟ انا خويا كلشي مزيان؟ الله يحفظك ليا. شنو الجديد عندك؟ خويا انت كاين ستاف امريكان يو تشاي تيري. هاني تاي ستوندار. شنو هذا النوع اخويا؟ هذا ستاف امريكان. ستاف امريكان نقول لك سميات ديال البيتبول. اللهم بارك تبارك الرحمن. اللهم بارك. شحال عنده في العمر اخويا؟ خويا عنده 6 شهور. 6 شهور مقطع مخفش. اللهم بارك. اللون برانجي. العمر ديالو قلنا السيموا ياك تبارك الله. كارني دباكسان خويا؟ دباكسان ديالو كلشي. اللهم بارك تبارك الرحمن. واللي بغى الاخوان الف مرحبا. الثمن ديالو خويا حماده؟ الثمن ديالو 1800 درهم. 1800 درهم كارني دباكسان؟ زوين كارني دباكسان ديالو مطريطين هادي اللي عيط ليا وقال لي شي كليش. اللهم بارك. واحد 200 درهم تنصفط له ورقه سميه. اللهم بارك. اللهم بارك. حطنا الكليب نشوفوا خويا القوه ديالو الصحه ديالو. اللهم بارك. انا قلت قباحة. اللهم بارك صباحي والتحيه ودي محمد. الله يهديك انا اخوت. اللهم بارك تبارك الرحمن. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. شنو عندك اخويا الدوبرمان اللي بعتها هي؟ الدوبرمان. اللهم بارك. الناس محبين كلاب الدوبرمان. انا عشاق كلاب الدوبرمان. هاني كليب. اللهم بارك تبارك الرحمن تبارك الرحمن. خمسة شهور. الله يبارك. الله يبارك. اللهم بارك. الميزو عبار. كاين العبارات هذا راه مولوع بكلاب الدوبرمان. اخ حماد اللهم بارك. الله يبارك. ماي سمراء. الله يبارك. ها هي العمر ديالها 6 شهور تاهي ياك؟
تبارك الله، اللهم بارك. هاي كارنيت فاكسان تريتي ناضية، كل شحال عنده في العمر اخويا؟ قلنا 6 شهور، 5 شهور، 5 شهور و 20 يوم. الثمن ديال اخويا 3500 درهم. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. دور كاين انتوا ديال الضو، كاين مكاد الكانيكو، ورينا الدوك. والله تحياتي اخويا، الله يحفظك. ما عرفت حيت فيك وغير الدار مع شكون؟ انا الخوت. الله يحفظك بارك الله. مرحبا اخويا، واخا انا معاك اخويا. انا الخوت. النوع اخويا هذا دو كارجونطا. انت هو ولا ذكر اخويا؟ اللهم بارك. انت هو ياك اخويا؟ العمر ديال اخويا؟ اخويا العمر ديالها 8 شهور، 8 شهور. كارنيت فاكسان. اللهم بارك، تبارك الرحمن. الثمن ديال اخويا الدوكا هادي؟ خويا 3000 درهم. 300 درهم، 3000. نقولوا الثمن. واللي بغى شي حاجه راه ولا دابا. راه قابل للتفاوض الاخوان اللي بغاهم. الف مرحبا. الكارنيت فاكسان ديالها. كلشي جديد دابا، جميع انواع لي مالادي. كاكا هي. اجي اخويا نربي نوريو للمشاهدين. هو. بنادم يعرف اش غيشري. اللهم بارك تبارك الرحمن. هذه راه غير ولاعه. إيه. وفايته. ها علاش غنضرب بنادم على الفلوس وعلى هذه؟ راه ولاعه وفايته، راه اليوم عندي في الدعم. هذا هو اللي كيقول 3000 درهم الاخوان وقابل للتفاوض. كنتواجد في سوق العاب الدار البيضاء. وبالنسبه لهذا الوحش اخويا هنايا. هربات جري. كما قلت لكم الدوكا، اللهم بارك تبارك الرحمن. اللي بغى الف مرحبا كندير له هذاك. مخلوعه باغا مالها. باغا مخلوعه. هي. واللي بغى الف مرحبا. الثمن ديال 3000 درهم وقابل للتفاوض الاخوان. الف مرحبا. هاني. الله يدير الخير. تبارك الرحمن. شد عليه. جبد لي الكاميرا. هاني. هذا واحد المولوع خير ورجع ثاني يوم مريعه. مرحبا. تيشوفنا من المتبعين ديالي. عز عليه انا. مرحبا. عز عليه المولوع. انا خويا درا مختصاصي في لي مولوس، شي حاجه طوب. وكاين هذا الكليه بكالي كورسو، غيخرجوا لنا الشميشه باش نشاهدوا ان شاء الله. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. اخ حماد راه قابل للتفاوض. خويا نور الدين. انا خويا نور الدين. اللهم بارك. اجدع. اللهم بارك. تبارك الرحمن. اللهم بارك. اللهم بارك تبارك الرحمن. انا الخوت. واللي بغى الف مرحبا. شحال عنده في العمر اخويا هذا حماد؟ عام وربع شهور. عام وربع شهور. تبارك الرحمن. الثمن ديالو خويا حمادة؟ خويا 4000 درهم. 4000 درهم. وظريفة. اللي بغى ألف مرحبا. اللي بغى الإخوان ألف مرحبا. ألقاو الرقم على المباشر. والقباحة. القباحة. 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 أيوا. 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 اللهم بارك تبارك الله. قالت لي استمتع. بلاتي يلا. أيوا. أتونسيون. أتونسيون. أيوا. هذا أيوا. ما قدرتش. الثمن ديالو قلنا 4000 درهم اخويا. شوف فين صافي الناس كاين كيلو الحراسه. الناس ديال الكبار. اللهم بارك تبارك الرحمن. الكبار انا اخويا. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. التليفون ديالك اخويا حماده 06 21 04 81 43 غزال هادي. هاي صور لي مزيان. هاي هاشم غزال. غزال هاشم غزال. هاشم زيد. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. انا راه يتصاوب معاكم الاخ حماده وقابل للتفاوض. كليبه تبارك الله كما كتشاهدوا راه بصحه جيده. واللي بغى الف مرحبا. وجمالك جمال تبارك الرحمن. هاي اللهم بارك. اللي بغى انا الخوت. شوف النبي عليه راه يتفكرني. اللهم بارك. النبي عليه راه يتفكرني. تبارك الرحمن ما شاء الله. اللي بغى 55 و66 اللي بغاهم الف مرحبا الاخوان. لي موروس عند الاخ حماد. ايوا جماعة بين قناة سينكا بينكا كما كتشاهدوا معنا اخ عبد العظيم. وتحية لعبد العظيم. شنو الجديد عندك اخويا عبد العظيم؟ السلام عليكم. عندنا واحد الضيف. نعم اخويا. كيجي 6 وصيف. ياك. نوريوه. عندنا ضيف كيجي 6 وصيف. مرحبا. اللهم بارك تبارك الرحمن. شوف عندنا الاخ اليوم.
عندنا واحد اخ غني على التعريف اللهم بارك اخ سلطان ها كبر البارح يحرش على الكلب لا اله الا الله الله المستعان حرش عليه جد لا. لا 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 اليوم راه القريعه منوره تبارك الله كيزورنا الاخ سلطان والاخ ديالو مرحبا بكم اخويا راه تا هو مولاه بالكلاب ونشوفوا الاخ عبد العظيم شنو الجديد الكلب مسحور اللهم بارك تبارك الرحمن الشاربون الاخوان الكحل اللهم بارك تبارك الرحمن انا الخوس كاين بعض الناس كيقول لك ما تقولش تبارك الرحمن الحل هو اللي صانعه لا اله الا الله الله المستعان تبارك الله السنه والقران اللهم بارك تبارك الله جبنا من الله وعطانا الناس قلنا تاكل الله يفتح عليك الله سبحانه وتعالى اللهم بارك اللهم بارك وعاود نقولوا تبارك الله تبارك الله لا باش كاين قول يا اخويا تكيت شحال عنده عنده 4 شهور 4 شهور كارنيت فاكس اخويا كلشي كلشي السيد الثمن ديالو سي عبد العظيم 2500 اللهم بارك عبد العظيم اليوم كيقول لكم الرقم 2500 درهم اللي بغى الاخوان الف مرحبا والرقم ديالك اخويا 07 06 84 88 51 واللي خلق ما يضيع ربي كبير اللهم بارك وتحية خويا السلطان مرحبا بك وراك عزيز وغالي الله عليك لا لا حاجة تحياتي لك خويا الله يحفظك ياك اخويا تحياتي واحتراماتي وعما قارب الاخوان غتكون زيارة الاخ سلطان وغتشوفوا الولاعة ديالو الله يدير الخير شوفوا واش غادي يلا تقلوسي اللهم بارك يبارك مخير بهم ضارب كثر من القرب الله يبارك حفظك الرحمن كلاب لاسكي معنا احد الموالي السلام عليكم تحياتي اخويا اللهم بارك شحال هاد الفريخات هادو عندهم اخويا 30 يوم 30 يوم اللهم بارك هاني وجمالك جمال تبارك الرحمن هاني شنو دينات اللهم بارك اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا شحال هاد الفلاج هادو عندهم 30 يوم 30 يوم الثمن ديالهم اخويا خويا دير لهم 1000 1000 درهم اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا الثمن ديالهم 1000 درهم اللهم بارك تبارك الرحمن يا سلام واللي بغى الجمال الف مرحبا هاني الرقم ديالك اخويا 06 35 21 14 66 قلع الضو الله يدير الخير حفظك الله حفظك المالينوا معنا احد الموالي كما كتشاهدوا معنا شحال عندهم في العمر اخويا هادو شهر 25 يوم الثمن ديالهم اخويا الثمن ديالهم جوج 1000 درهم جوج ب 1000 درهم الواحد 1000 درهم البياسة كما كتسمعوا الاخوان 1000 درهم البياسة عندهم شهير اللي بغاهم 1000 مرحبا التليفون ديال خويا 06 29 55 10 08 هاني اخويا مرحبا الله يحفظك لا يخطيك شكرا خويا العز الله يحفظك الله يحفظك شكرا